لتسليط الضوء على المعارك الدائرة في البادية السورية والحدود العراقية السورية الأردنية والرقة وتداعياتها. معنا عبد الله الأسعد المحلل والخبير العسكري، أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. بداية، هل وضعتنا في تفاصيل هذا السباق المحموم للسيطرة على البادية السورية؟ السلام عليكم، تحياتي لك والأخوة السعوديين. حياك الله. في واقع أن السباق الماراثوني الذي يحصل الآن في البادية السورية كان قد تم أكثر من شهرين بعد الاتفاق الذي وصل إليه الروس والأمريكان من تخفيف التوتر الذي جرى مبدئيا في الجنوب السوري، ومن ثم تم تعميمه على منطقتين فريتين الغوطة وريف حمص الشمالي. واقع نقلت قوات النظام السوري معظم قواتها من الجنوب السوري باتجاه البادية، اعتبارا من الريف الشرقي للسويداء الحدود السورية الأردنية، وباتجاه الحدود السورية العراقية مجانبة لقاعدة تنف الموجودة على الحدود السورية العراقية. ومن ثم بدأت المعارك هناك بشكل عنيف جدا بين قوات مقاوير الثورة في المنطقة وأسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد عبده وشهداء القرتين في تلك المنطقة، منطقة البادية من حدود الريف الشرقي للسويداء وباتجاه الحماد ومن ثم باتجاه منطقة ريف حمص. كانت هناك عبارة عن سباقات ينتابها بين الحين والآخر، أحيانا قصف من قبل القوات الأمريكية لبعض لقوات النظام كما حدث في أزازة. طبعا بالتزامن مع ذلك كانت قوات أسد تتقدم من مدينة الطبقة أو ما تسمى الثورة على سد الفرات. طيب، موقف الدول المحيطة بسوريا في هذه المعركة، خصوصا مع وجود ميليشيا تتبع لإيران وتساند النظام في المعركة، ما هو موقفها؟ نعم بالتأكيد، هناك قوات الحشد الشعبي من جهة الشرق التي تتقدم من اتجاه سائر سنجار من العراق، وقوات تتقدم باتجاه القائم من جهة دير الزور، والقوات الميليشيوية المساندة للنظام السوري في سوريا طبعا تحاول بشكل كبير بالمساندة مع النظام لدخول معركة الرقة طبعا، وهذا لم يحصل بالنسبة لتدخل قوات النظام. القوات موجودة في الرقة، طبعا هناك اعتراض من قبل الحكومة التركية على قيام قوات أسد قتال في تلك المنطقة وعدم إشراك أهل المنطقة من العرب في معركة تحرير الرقة التي بات الآن على أبدها منذ شهرين. السؤال الأهم هو ما سبب اتساع سيطرة النظام في البادية، وما الهدف مما يجري الآن في البادية السورية؟ طبعا النظام يحاول تأمين عدة أهداف استراتيجية بالنسبة له. أولا طريق تدمر دمشق بغداد الدولي للوصول إلى قاعة تنف التي يرفض الجانب الأمريكي وصول القوات الميليشيوية وقوات نظام الأسد للوصول إليها، وهو مساحة يعني يعتبرها النظام هي خط أحمر أو مسافة يعتبرها خط أحمر للوصول إلى المنطقة. يعتبر النظام أن المنطقة المحيطة بتدمر ومنطقة السخنة التي تعتبر البوابة الجنوبية لدير الزور دير الزور الجنوبي هي منطقة تستطيع أن تدخل من خلالها بالاتفاق مع القوات الميليشيات المتقدمة من جهة الشرق وتدخل حركة دير الزور، إلا أن هناك هيئة سياسية الآن ولجنة سياسية في من جهة دير الزور تتفاوض مع الجانب الأمريكي من أجل إعداد جيش من أجل الدخول إلى دير الزور وتحرير دير الزور من قبل أبناء دير الزور. ماذا بشأن مناطق خفض التصعيد خصوصا إدلب، وخصوصا بعد أن عرفنا أن هناك اجتماع لرئيسي هيئتي أركان التركية والإيرانية؟ طبعا بالتأكيد جرى سابقا تجربة بالجنوب السوري، أراد أمريكا أن تكون هذه المنطقة عبارة عن نموذج لسوريا شديد، يعني تجربة المناطق تخفيف التوتر والتصعيد يعني ليست ناجحة، يعني يقوم الجانب الروسي بالالتفاف على
الالفاظ والتفاصيل. مثلا اتفاق بالر، الاتفاق هناك اتفاق جرى في الجنوب الغربي من سوريا. نحن نعرف المنطقه الجنوبيه تمتد من حدود السوريه من جهه الجولان وحتى معبر الدن. الان نجد ان قوات الاقام هجمت على مناطق في الريف الشرقي من السويداء واحتلت حوالي تقريبا 100 كيلومتر من تلك المناطق، واستغلت قوات النظام يعني التفاهمات الدوليه والضغط على الثوار وحتى الشرط الامريكي على القوات المتواجده في المنطقه الجنوبيه بعدم الاشتباك مع النظام. فلذلك يعني استغلت بتحفيز تلك القوات وسيطرت على مناطق مثل تل الاسدي والمناطق المحيطه بها في تلك المنطقه على مساحه تقريبا من الحدود السوريه العراقيه وحتى منطقه المشاني المحدد للمخافر الموجوده في مدينه درعا او في منطقه ريف درعا. المحلل والخبير العسكري الان توسيع سيطرتها على تلك المناطق واصبحت المحلل والخبير العسكري الاستاذ عبد الله الاسعد، كنت معنا في استوديو رافدين، شكرا لك وعفوا لضيق الوقت.